الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أوضح خبراء اقتصاديون أن هناك خللاً في نظام مبيعات البنك المركزي العراقي والتحويل المالي للعملة الأجنبية، وأشار الخبراء إلى أن البنك المركزي يبيع يومياً أكثر من 200 مليون دولار خلال 4 أشهر، يذهب منها 30 مليون للسوق المحلية، في حين تذهب 170 مليون المتبقية للتحويلات الخارجية لغرض الاستيراد. وأضافوا أن المشكلة تكمن في الاعتمادات المفتوحة التي يتم من خلالها تحويل الأموال، بحيث إذا دخلت البضاعة للعراق أو لم تدخل فإن البنك المركزي لا علم له بها، وهذا يدخل ضمن باب غسيل الأموال والفساد بحسب الخبراء. أعلنت الهيئة العامة للجمارك ضبط حاوية براد يحتوي على مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري في جمرك أم القصر الشمالي جنوب البصرة. وذكرت الهيئة في بيان أنه تم ضبط حاوية براد يحتوي على دجاج ولحوم حمراء غير صالحة للاستهلاك البشري، مخالف للضوابط والتعليمات النافذة في جمرك أم القصر الشمالي. هذا وتشتهر المنافذ العراقية وخصوصا المواجهة لإيران بكثرة دخول المواد الممنوعة والمخالفة، إضافة إلى عمليات التهريب. أعلن متحدث مصلحة الجمارك الإيرانية روح الله لطيفي أن العراق تصدر قائمة البلدان التي تستورد من إيران بقيمة نحو 3 مليارات دولار في خلال 5 أشهر الأولى من السنة الجديدة. وقال لطيفي إن حجم تجارة إيران غير النفطية مع 15 بلدا مجاورا تخطى 33 مليون طن بقيمة 20 مليار دولار، حيث تصدر العراق القائمة باستيراد 8,655,000 طن بقيمة 2,961,000,000 دولار، تلته كل من الإمارات وتركيا وأفغانستان وباكستان. أعلن اتحاد المصدرين في إسطنبول أن العراق كان الأكثر استيراداً للأثاث التركي خلال الأشهر 8 الأولى من العام الحالي 2022. وبحسب بيان صادر عن اتحاد المصدرين في إسطنبول، فإن قيمة صادرات الأثاث خلال شهر آب الماضي بلغت 407 ملايين دولار، مبينة أن عائدات تركيا من صادرات الأثاث المنزلي خلال الأشهر 8 الأولى من العام الجاري بلغت 3,110,000,000 دولار. وأوضح البيان أن العراق احتل خلال الأشهر 8 الأولى المرتبة الأولى بين الدول الأكثر استيراداً للأثاث التركي بقيمة وصلت إلى 337 مليون دولار، وجاءت ألمانيا في المرتبة الثانية ب 272 مليون دولار. سجلت صادرات الصين نمواً متباطئ في شهر آب الماضي مع تزايد عدم اليقين الاقتصادي بسبب الإغلاق الصارم للحد من انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد. وقالت الإدارة العامة للجمارك في الصين إن الصادرات الصينية ارتفعت في شهر آب بنسبة 7.1% على أساس سنوي مقابل زيادة بلغت 18% في شهر تموز، فيما ارتفعت الواردات بنسبة 0.3% فقط في شهر آب مقابل 2.3% في شهر تموز. كما سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية الرئيسة انخفاضاً بنسبة 1.1% على أساس سنوي في الأشهر 7 الأولى من العام الجاري. أما الآن فإلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
كلام موجز، إلى اللقاء.